ولايات الوطن باش تكون يعني رابح الجمهور الخالي يا جماعه. هاد الاطفال الابرياء نلبسهم ملابسين يعني هذا اللباس. من العام اللي فات ما تلاقيتهاش ونفرح دائما باسكو كبرت معاها طاطا ليندا ربي يحفظها. عندكم وين نروح؟ تقبض عليها. تقبض عليها. ربي يحفظك. ربي يطول في عمرك وصحة عيدك ان شاء الله. صحة عيدكم. ميرسي. صحة عيدك. لا لا شوف انا عندي اسنان تليفون. أن أقدم لكم فنانة ستعتلي هذه المنصة لترحب بكم بصوتها العذب وإحساسها. لازم عليا نفيد اكبر عدد من الناس، اكبر عدد من المحتاجين، فقلت حان الوقت بتاسيس هذه المنظمه وان شاء الله راح تكون مفتوحه للجميع. انا اليوم الدعوه مفتوحه للجميع، كل الناس اللي حبوا ينضموا للمنظمه مرحب بهم. هذه من جهه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل حال تخونني الكلمات حقيقة. احنا كانوا يسمونا بالأبطال لأننا نتحصل على ميداليات ومثل الجزائر في مختلف المحافل الدولية، لكن حقيقة صدقوني بالله اليوم اللي راني نحس بالمعنى الحقيقي للبطولة، لأني بفضلكم انتم كلكم صدقوني بالله ازدياد اليوم منظمة سليمة السواكي للعمل الخيري والإنساني هو أظن واجب، لأنه دائما نقول أنه عندنا مسؤولية لما نكون شخصيات وطنية واجب علينا أننا نفوض
شهرتنا للصالح العام. دورك في مسلسل الدمبة وحضور ثاني عندي فنانتنا اللي نحبها بزاف بشرى، مرحبا بكم. يلا واحدة تقدم له هدية، واحدة تقدم له أكيد كسوة العيد. يلا مامي رد عليا. كوكو مصباح وين تبع في بشرى؟ حبيها بشرى عقلي حبيها. حبيتو يكون ربي يحفظكم، حبيتو يكون هاد اللمة سميتها لمة. علاش؟ هاد العائلات اللي حبوكم يشوفوكم في التلفزيون، أنا كل واحد رفت الهاتف وكلمتو ودعيتو، أنا دعيتو، لكن الدعوة جات من هاد العائلات، جات من هاد الأطفال. صدقوني بالله بالاسم، كل واحدة كلمتها وكل واحد كلمته معروف طفل وعائلة طلبوكم. فنشكركم اليوم من كل قلبي اللي لبيتوا الدعوة وجيتوا، لأنكم فيكم الحب فيكم الحنان وكلكم طيبة. يعطيكم ألف صحة وتصفيقة حرة عليكم. أنتم أنتم هما نجوم الجزائر. على ميداليات ومثل الجزائر في مختلف المحافل الدولية، لكن حقيقة صدقوني بالله اليوم اللي راني نحس بالمعنى الحقيقي للبطولة. سناء عبود مديرة التسويق والإشهار لشركة هابي دراي، الشركة الراعية. تفضل معي. تفضل.
الشركة الراعية لي. وجيتوا لانكم فيكم الحب فيكم الحنان وكلكم طيبه، يعطيكم الف صحه وتصفيقه حاره عليكم نجوم. انتم هما نجوم الجزائر، ربي يحفظكم. ما ننساش نشكر شكر خاص لكل ممولين هذا الحفل البارد. Thank you.
الموسيقية تحت تحياتكم. شكرا منى لتلبية الدعوة، دائما مبادرة للخير وحب الناس. تحية لمنى حديد. مرحبا بكم، حبيت برك نقول لك مبروك السيدة سلمى السواكري، مبروك ألف مبروك، يعطيك ألف صحة وعافية إن شاء الله على كامل الخير اللي كتعملي فيه، وبالبركة على كامل المختنين الصغار المطهرين، إن شاء الله ربي يحفظهم لأولادهم أوليائهم ويحفظهم لأولادهم إن شاء الله. ليزانفيونساز الفنانين اللي راهم موجودين معنا إن شاء الله نديروا ونجوزوا سهرة ممتعة إن شاء الله. فتفضلي سلمى سوكري رئيسة منظمة سلمى سوكري للعمل الخيري والانتساني بالزي التقليدي وخيط الروح. تحية كبيرة وتولوي لنا نسمع من الحرايم من حضر المعنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل حال تخونني الكلمات حقيقة. احنا كانوا يسمونا بالأبطال لأننا نتحصل على ميداليات ومثل الجزائر في مختلف المحافل الدولية، لكن حقيقة صدقوني بالله اليوم اللي راني نحس بالمعنى الحقيقي للبطولة